الصناعة السينمائية هي فرصة كبيرة للتشغيل، فرصة كبيرة للتشغيل، فلهذا يجب السيد رئيس الجهة إعطاؤها يعني جميع الإمكانيات باش تنجح. لا فيلم كوميشن خاصها تكون ناجحة وتحضر في جميع يعني لي فيستيفال اللي كاينين في العالم باش تجيب لنا الأفلام يداو هنا في هذه المنطقة، لأن أراضي شاسعة يعني مناطق خلابة، يعني تبارك الله الناس مستعدين باش يشتغلوا، كاين تاريخ سينمائي هنا في المنطقة اللي هو ناجح، فهذه خصها تكون من الأولويات ديال الأولويات، وأنا مستعد باش نتعاون معكم والسيد وزير الثقافة ويعني وسميتو حتى هو مستعد باش يتعاون ويدير معكم شي برنامج اللي هو كبير، وماشي فقط سميتو، خاص إلى منطقة باش تجيب السياحة وباش تبقى فهذاك التمركز ديالها لو بوزيسيونمون، خاص كل منطقة قل يعني إلى مشينا لقلعة مكونة هذاك الشيء ديال الورود ما يدوزش هكاك، خصو يدوز كبير. الفيستيفال ديال الأحواش اللي كان كيديها في وزازات مع لي زاسوسياسيون خصهم يرجعوا نعاونوهم ويدوز داك الشيء كبير، يعني جميع المسائل اللي هي يعني ثقافية اللي يمكن تجلب الناس وتعطي واحد الصورة وتعطي واحد التمركز، يعني خصنا ندعموها، خصك تدعمها السيد رئيس الجهة، خص الحكومة تدعمها، وحنا معكم باش نزيدوا في هذا سميتو. دونك الله يخليكم. الكوفيد نتمنوا الله بقى الله. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.